كيفاش نسحب التحويل اللي جاني من عند حبايبي في الخارج او في المغرب من الكيشي اوتوماتيك ديال البنك الشعبي وبلا بطاقه بنكيه؟ البنك الشعبي تيوفر لجميع الزبناء ديالو الامكانيه باش يصيفطوا الفلوس لحبابهم فين ما كانوا عبر لابليكاسيون بوكيت بانك او الموقع الشعبي ناب لاي كيشي اوتوماتيك ديال البنك الشعبي. الا شي واحد صيفط لك الفلوس وبغيتي تخرجهم البلان ساهل، ما عليك غير تمشي لاي كيشي اوتوماتيك ديال البنك الشعبي، عزل اوبسيون خدمات بدون بطاقه واختار السحب بدون بطاقه، دخل مرجع التحويل اللي كيتكون من 10 ديال الارقام، غادي يبقى لك غير تدخل رقم السحب المكون من 4 ديال الارقام واللي عطاه لك الشخص اللي صيفط لك الفلوس، وما خصك تعطيه لحتى شي واحد. كليكي على تاكيد المبلغ المرسل وهانت راضي، فلوسك جاو حتى لعندك. وما تنساش راه هاد الفلوس كيبقاو في الكيشي 15 يوم. بصحتك مولاي. وما تنساش تحترم مسافه الامان في الصف وتعقم يديك ولا تغسلهم بالماء والصابون ملي ترجع للدار، والتزم بالحجر الصحي باش تحمي عائلتك وكاع الناس اللي قرب لك.